كثير من الناس يفضل الكلاب وتربيتها ومرافقتها باعتبارها أوفى الحيوانات للبشر، لكن دراسة حديثة كشفت عن حيوان آخر غير الكلب قد يكون أوفى منه بشكل لا يصدق، لكن بشرط واحد. وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن دراسة وجدت أن الذئب الحيوان المرعب هو أوفى الحيوانات على الإطلاق، وذكرت أن الكلاب تهتم بمواليدها من الكلاب بشكل أكبر من صاحبها، على عكس الذئاب التي تختار الذي رعاها منذ الصغر. ولفتت الدراسة التي أجرتها جامعة ستوكهولم إلى أن الكلاب وفية لصاحبها لكن ليس أكثر من جرائها الصغيرة. وقام العلماء بتجربة إيصال الطعام، فاختار الذئب إيصال الطعام إلى صاحبه الذي اهتم به منذ أن كان جروا صغيرا حتى لو كان له عائلة من الذئاب، بينما اختارت الكلاب جرائها الصغيرة. ووضعت الدراسة شرطا واحدا للحصول على وفاء الذئب، وهو بتربيته منذ صغر.